هلا بالحلوين بصيرم از باك. طيب يا حلوين، قبل لا نبدا كل شيء، اذا بغيت شيء من الانفنتوري حقي حيوانات، اذا بغيت شيء منهم طبعا لا تنسى تحط لايك واشتراك وتكتب اسمك تحت واسم حسابك وبس. and let's get started. هذا البوك حقي. اوكي خلنا نشيل الكيبورد ونفتح. طبعا انا قاعد ارسم هنا. اوكي قاعد ارسم. اوكي ما عليكم، هذه نوتات، هذه ما هي الوان ولا شيء، هذه نوتات فقط. اذا مثلا بحط ورقه او شيء، اذا بغيت تشتري شادو ولا اي شيء، تفضل حبيبي ايش اخدمك؟ ميجا شادو. معليش والله السيستم عطلان اخوي، راجعني يوم القيامه. شوفوا يا حلوين، عندي الان اليوم بسوي تريدات على 3 ميجا. اوكي 3 ميجا او نيون. طبعا اول واحد راح يكون الميجا لافا دراجون. اوكي طيب خلني ارمي هذه، معليش هذا تبع السيرفر اللي صرفته قبل شوي. نجي عند لافا دراجون، نكتب لافا دراجون. اوكي هذا اول واحد. دقيقه انا لازم نشق الورقه. هذا لافا ميجا لافا دراجون، ما اعرف اذا تشوفه او لا. المهم طبعا ثاني واحد ابى اسوي برضو تريد على النيون كرو نو بوشن. اوكي يلا اللي بعده، هذا ثاني واحد. طبعا هم ثلاثة او ميجا تمساح. ميجا تمساح. اوكي نسكر تبع البزنس حقي. معليش عيال، بس صراحة انا ام جانا رن بزنس. طبعا هذا الطاولة حقتي هنا، نسكر الطاولة. اوكي يلا الحين راح اسكرهم كلهم بنفس التسكير عشان ما حد يقول لا انت غشيت، انت بتختار، وانت عشان نكون يعني شوية يعني. اوكي طيب، وهذا ثالث واحد. بسكرهم مرة كذا كلهم مع بعض. اوكي شوفوا كيف، طبعا قاعد اسكرهم عشان يكون نفس الشيء. اوكي طيب هذا حاليا سيرفر، ان شاء الله انهم اغنياء ما يكونوا فقراء. طيب نسوي كذا. اوكي طبعا انا حطيتهم في هنا وبختار واحد. اوكي طبعا حاليا انا مغمض. نيون كرو، لا يا شيخ لا يا ابو صيرم. طبعا اول شيء لازم نطلع النيون كرو ونفك تبع التريدات. وين التريد؟ هذا هو ايفريون، وان شاء الله عاد نلقى مقابل حلو. اوف 44 شخص. هذا اذا تعرف، اذا تبغى تعرف ان السيرفر غني. اوكي طبعا الاغنياء يجون هنا ما اعرف ليش. ميج نيون جراف، الله 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 الله. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هنا نكتب تريد نيون اوكي يلا يلا يلا، وينكم؟ ايش الميجا وايش النيون؟ يلا يلا، هذا اول واحد اسمه جريفسون، ما اعرف ايش اسمه. يلا يا حبيبي ورنا ايش المقابل، يا رب انه يعطيني شيء. اوه يلا عاد لا تطقطق علي. ديم اوه بليز. طب يا عيال تتوقعون ان هذا صدق ولا لا؟ ميجا دايموند يونيكورن. اي ام ميجا كولكتر، انا احب اجمع الميجا. اوكي طيب هل تعتقدون ان راح يوافق يا عيال؟ اوكي يلا حلو كذا وافقنا. اوكي يلا يا رب يا رب انه صدق، يا رب انه مو كذب، لان في ميجا دايموند يونيكورن. بليز مان بليز بليز
بليز. يلا انا وافقت عاد انت ما ادري عنك والله. يا رب اني وافق. يا رب يا رب يا رب. اوه يس وافق وافق يا عيال وافق. ديم ديم لا يا بصيرم راح النيون كرو راح النيون كرو. ويلكم تو ميجا كوليكشن. واخيرا جبت الميجا الدايموند يونيكورن. انا اكتب له ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طبعا اخذ النيون. اكتبوا لي في التعليقات يا عيال اذا هذا عدل او لا. طيب بما ان الحين كذا خلصنا اول تريد، انتوا اكتبوا في التعليقات هل هذا يا ابو صيرم كويس ولا لا. اوكي او ديم يا عيال يا عيال. لا 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 ميجا ميجا دايموند يونيكورن يا شيخ. اوكي طيب خلونا نغير شكله. لا ما ابغى بيبي لو سمحت. البيت ليش كاتب عليه تريد؟ نمسح كذا ونحط سيف. طبعا انا ما اعرف انا احس اني فزت فيه يعني. اوكي فزت في التريد هذا ما اعرف لان فيه اثنين نيون فروست فوري واحد العادي اللي عليها الركوب فقط. واخذت الدالميشن ما ادري ايش اسمه هذا. اوكي طبعا اول مره في حياتي الحين كان خاطري في ميجا بس والله العظيم ديم صراحه اسطوري. وايش برضو اعطاني تذكر ماي او اعطاني نو بوشن نو بوشن كاو يا شيخ. وبيج نو بوشن برضو نيوبورن يا حبيبي وين بتلقى نيوبورن. واعطاني نيون تشيك. ايش الحيوان ذا اول مره اشوفه يا عيال هذا ايش والله ديم يا عيال. انا اختفيت والله معليش انا طبعا اختفيت. ابي اقول لكم انا اختفيت ليش. لاني شريت كمبيوتر بي سي. اوكي طيب نرجع الدجاجه واعطاني هذا نيون بدون ركوب والله ديم. هذا الوين قد ما ادري شو تاجر هذا متى نزل اعتقد التحديث الثلجي نسيت والله. طيب يا عيال وقف عليه التصوير قبل شوي. الذاكره امتلأت عندي في الكاميرا هذه. اوكي اكتبوا لي في التعليقات اذا تبون اسوي تريد نكمل تريدات الميجا والنيون والاغراض اللي عندي ونشوف المقابل. اكتبوا لي في التعليقات تحت واتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد ابو صهيرم مع السلامه.